Listen and match. 1. Hello, I'm Peter. I'm from England. 2. My name's Enzo. I'm from Italy. My flag is green, white and red. 3. Hello, we're Hiroshi and Minoru. We're from Japan. 4. I'm Dahlia, and I'm from Egypt. 5. Hi, I'm from Thailand. My name is Kanda. My country's flag is red, blue, and white. 6. We are Amy and Joy, and we're from France. 7. السلام عليكم أعزائي الطلبة، السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عندنا هذا الدرس الثاني. Unit 1 Lesson 2 الدرس الثاني من اليونت الأول. This is my flag. This is my flag. هذا هو علمي. Flag علم. Okay. This is my flag. هذا هو علمي أو هذا علمي. خلينا نشوف. عندنا بيتر اللي هو من إنجلند. بيتر قال أني اسمي بيتر وأني من إنجلترا. إنزو قال أني من إيطاليا. إيطالي. Okay. والألوان العلم مالتنا اللي هي الأخضر green, white الأبيض وred الأحمر. هيروشي and مينورو. هيروشي and مينورو دول قالوا إحنا من اليابان. يابان. أوكي. داليا قالت أنا من إيجيبت من مصر. وهاي كاندا. كاندا قالت أنا من تايلاند. اسمي كاندا والوان العلم مالتي اللي هي الريد والوايت والبلو. اوكي. ايمي اند جوي قالوا احنا من فرانس. وي ار فروم فرانس. اوكي زين. يقول لي توك اباوت ذا تشيلدرن. توك اباوت ذا تشيلدرن تحدث عن الاطفال. اوكي تشيلدرن اطفال. بيتر ازنت فروم فرانس. بيتر isn't from France. He's from England. Peter ليس من فرنسا. Peter isn't from France. Peter ليس من فرنسا. He is from England. إنه من إنجلترا. هذه ممكن أقول مثلا Peter isn't from Japan. He's from England. وهكذا. Enzo isn't from مثلا Egypt. He's from Italy. يعني كل شخص دول الأشخاص اللي موجودين أقول عنها يعني عن الولد أو بنية أو يعني المجموعة أقولهم يعني شخص من أتحدث عنه. هذا ممكن يصير نشاط بالصف المعلم يسوي ويا الطلبة ويردد واحد ويا واحد. مثلا فلان مثلا إنزو ليس من خلينا نقول ليس من فرنسا. He is from Italy. إنزو isn't from France. He is from Italy. Amy and Joy aren't from Egypt. They are from France. وهكذا. Yes, Amy and Joy are from France. مثلا. Okay. هذه ممكن يعني أسأل عليها أقول are مثلا من أسأل أقول are مثلا Amy and Joy from France. Yes, Amy and Joy are from France. وهكذا. زين هنا يقول لي talk about yourself تحدث عن نفسك. This is my flag. This is my flag. هذا هو علمي. I'm from Iraq. I'm from Iraq. Okay. ألوان العلم مالتنا red, white, green and black. I love my country. I love my country. أنا أحب بلدي.
ننتقل أعزائي للصفحة الأخرى. عندنا practice ممارسة تمرن على هاي الأمور. practice تمرن تمرين ممارسة. يقول لي read and complete. read أقرأ and و complete و أكمل. داليا isn't from. داليا ليست من. ليست من شنو داليا؟ داليا هي أصلا داليا منين؟ داليا من إيجبت. فأني أقول هي داليا ليست من، أختار بلد آخر. داليا isn't from Japan. داليا isn't from Italy مثلا. مثلا أي بلد. ولذلك أنا عرفت فارغ، يعني ممكن الطلبة يعني أو يعني أنت تسويها يعني تختار لها فد بلد معين، بحيث تقول داليا isn't from. داليا ليست من فد بلد معين من هاي البلدان اللي موجودة عندنا. She is from Egypt. هي من مصر. هي من مصر. I'm not from. أنا لست من. أنا لست من. تختار فد بلد معين، أي بلد من هذولا. I'm not from Egypt مثلا. I'm not from France. I'm not from Japan وهكذا. I'm from Iraq. أنا من العراق. أنا من العراق. ما أنسى أعزائي بالأخير، دائما من أنهي الجملة أخلي نقطة مثل هاي، أخلي نقطة بالأخير وهكذا. هسه ننتقل إلى فقرة look. انظر listen استمع and say وقل. انظر استمع وقل. Track 5 Unit 1 Lesson 2 Look, listen and say. Is Dahlia from Egypt? Yes, she is. Are Hiroshi and Minoru from Thailand? No, they aren't. Where is Kanda from? She's from Thailand. Where are you from? I'm from Iraq. انتهى أعزائي الملف الصوتي. شفتوا هنا يعني مثل ما قلنا، انظر استمع وقل. Is Dahlia from Egypt? Is Dahlia from Egypt? هل داليا من مصر؟ Yes she is. نعم هي كذلك. ونشوف هنا داليا وكامش علم مصر. Are Hiroshi and Minoru from Thailand? هل إن هيروشي ومينورو اللي هم هذول من اليابان؟ From Thailand من تايلاند؟ No they aren't. No they aren't. كلا هم ليسوا كذلك. Where is Kanda from? Where is Kanda from? Kanda منين؟ من أي بلد؟ She's from Thailand. She's from Thailand. هي من تايلاند. Where are you from? من أين أنت؟ أنت منين؟ I'm from Iraq. I'm from Iraq. أوكي أعزائي، ممكن هاي يصير practice ويعني ويا الطلبة العفوية التلاميذ، المعلم ويسوي أو المعلمة ويا التلاميذ وهكذا. درس جدا سهل بسيط بالتكرار بالممارسة، إذا أكو وقت ممكن يسوي. عندنا يونت 1 لسن 2 درس الأكتيفيتي النشاط. يقول لي can you match where the children are from. هل تستطيع أن تطابق يعني توصل من أين ذول الأطفال منين؟ write the numbers. اكتب الأرقام. لنشوف هنا إيراك. إيراك شفنا إيراك، جابان، إنجلند، إيجيبت، إيطالي، تايلاند. أوكي لا تشوف هنا مثلا إيراك. إيراك من عندك إيراك؟ شوف هنا ديما. ديما إيش راح تنطيها؟ تنطيها واحد. أوكي تكتب هنا ديما واحد. زين أنا إيش عندنا؟ جابان أبو اليابان. من عندنا اليابان؟ اليابان هيروشي. هذا ايش قد راح تنطي؟ راح تنطي 2. زين
عندنا ثلاثة إنجلند. منو ثلاثة إنجلند؟ إنجلند بيتر. بيتر إنجلند. زين عندنا مصر إيجيبت. إيجيبت فور. هاي إيجيبت داليا. داليا فروم إيجيبت. عندنا إيطالي. إيطالي فايف. إيطالي فايف إنزو. هذا راح تنطي شنو؟ راح تنطي فايف. عندنا تايلاند. منو عندنا من تايلاند؟ منو عندنا؟ كندا. كندا تايلاند 6. اوكي ماشي. ننزل جوا يقول لي هنا لوك لوك ات لوك ات يور بيوبلز بوك اند تشيك يور انسرز. انظر الى كتاب الطالب لديك. اوكي اند تشيك وتحقق او دقق دقق الاجوبه. اوكي ماشي انت تشيك خاف تخطأ في واحد منهم. طيب lesson 2 الدرس الثاني. look look انظر. I'm from Iraq. I'm from Iraq. He's from Iraq. She's from Iraq. We are from Iraq. They are from Iraq. I'm from Iraq. He's from Iraq. She's from Iraq. We are from Iraq. They are from Iraq. See, look back at the page 8 of your pupil's book and correct the sentences. انظر عائدا أو راجع من خلال نظرك at page 8. الpage 8 لو نشوف هنا الpage 8 يعني الصفحة 8. page 8 هاي الصفحة 8. اوكي هاي الصفحة 8. نرجع إلها بكتاب الطالب عندنا. and correct the sentences ونصحح وصحح الجمل. she is from Egypt. She isn't from Egypt. رقم واحد. هسه هذه رقم واحد من أروح على رقم واحد. أوكي. رقم واحد. أوكي. من عندي أنا رقم واحد. هذه. تشوف هنا. هذه أول وحدة محلولة. أول وحدة هي محلولة. She is from Egypt. هي من مصر. لا غلط. هي ليست من مصر. She isn't from Egypt. She isn't. لو شوف هنا she is from Egypt. هي من مصر. لا غلط. هي مو من مصر. She isn't from Egypt. نعم صحيح هي ليست من مصر. She is from Iraq. هي من العراق. هذه ديمة. هذه ديمة. اوكي شوف هنا هذه ديمة اللي هي من هي هاي ديمة اللي هي هذه اول وحدة. هذه ديمة. اوكي from Iraq. زين زين هنا نشوف he's from England. he's from England. هو من انجلترا. هو من انجلترا. اوكي بالجملة الثانية لو نشوف هنا هنا عندنا مثلا الجملة الأولى هي خاطئة. يعني الجملة الأولى مثلا بالنسبة لرقم واحد. بالنسبة لرقم واحد مثلا اللي هي كمثال وعلى ضوها احنا راح نحل الجملة الأولى تذكر انه الشخص من بلد معين والجملة الثانية صحيحة تنفي انه هذا الشخص من هذا البلد والجملة الأخرى تعطينا انه الشخص من أي بلد. يعني مثلا she's from Egypt. هي من مصر. she's from Egypt. هي من مصر. she isn't from Egypt. نفيتها نطيت نفي. هي ليست من مصر. لعد هي منين؟ she's from Iraq. عندنا مثلا الثانية he's from England. هو من انجلترا. هو من انجلترا. هنا راح انفي انه هو من انجلترا لان هو منين؟ he's from Italy. هو من ايطاليا. انزو. he isn't from England. هو مو قايلين هنا he's from England وهي الجملة خاطئة. he isn't from England. هو ليس من انجلترا. جملة صحيحة. هو مو من انجلترا. he's from Italy. هو من ايطاليا.
النقطة الثالثة She's from Thailand. She's from Thailand. هي من تايلاند. لا هي أصلاً نين هي من فرنسا. She isn't from Thailand. She isn't from Thailand. هي ليست من تايلاند جملة صحيحة. She's from France. هي من فرنسا. هي من فرنسا واللي هي إيمي. زين. النقطة الرابعة. She's from Italy. She's from Italy. هي من إيطاليا. جملة خاطئة. لأن هي أصلاً she's from Thailand. She's from Thailand. واللي هي من هي؟ She's from Thailand. اللي هي كندا. اللي هي كندا. أوكي؟ كندا. زين. فش نقول she isn't from Italy. مو قايل she's from Italy. هي من إيطاليا. She isn't from Italy. هي ليست من إيطاليا. نفيتها. She's from Thailand. هي من تايلاند. النقطة رقم خمسة. He's from Turkey. He's from Turkey. هو من تركيا. He isn't. طبعا from هنا عندنا ناسي نعدل بيها أعزائي. هاي نعدل بيها شوية ناسيها. بالطبع. أوكي. اوكي لان شوينا from copy اوكي he isn't from Turkey he isn't from Turkey هو ليس من تركيا لعد هو شنو هنا عندنا he's from Japan هو من اليابان لو نشوف هنا هو من اليابان اوكي هو من العفو مكتوبة هي اسف Okay. He's from Japan. He's from Japan. هو من اليابان. هو. He's from Italy. He's from Italy. هو من إيطاليا. He isn't from Italy. هو ليس من. العفو. He's from Turkey. آسف آسف. He's from Turkey. هو من تركيا. He isn't from Turkey. هو ليس من تركيا. He's from Japan. واللي هو من ومن اليابان. اللي هو. من هو هيروشي اللي هو هيروشي اوكي اللي هو هيروشي او مينورو على كل واحد منهم يعني يشبه هذا الشخص اوكي يا اعزائي اتوقف وياكم والتقيكم في درس قادم والى اللقاء